مشاهدينا الاعزاء حياكم الله في برنامجنا مع الناس مع فقره مميزه اللي هي فقره سوالف. ضيفنا او شخصيتنا لهذا اليوم شخصيه معروفه على المستوى العالمي، صاحب صوت جميل، صاحب انشوده اجمل، صاحب صوت دافئ، الاستاذ احمد بخاطر. حياك الله. الله يحييك. تفضل استاذ. فجر طالع منه ابصرت طريق الجنه. حابين نعرف وتعرف مشاهدينا ايضا بدايه الانشاد حق الاستاذ احمد بخاطر، من اين اتت وكيف نبت؟ انا من وانا صغير انا انشد، يعني انا بيني بين اخواني واصدقائي، وكنت في المدرسه بعد اقرا القران في الطابور، وهذا اللي يمكن خلاني ابدا في مجال الصوت. خلينا نقول ما بنقول الانشاد، بنقول مجال الصوت. كنا احنا في مركز من مراكز تحفيظ القران، كان عمري ايامها 14 سنه. فطبعا كان الاستاذ يبغي او الشيخ اللي كان موجود كان يبغي ان احنا نسوي مثل شريط للمركز. فطبعا الشيخ قام يعرض على الطلاب انه مو يبغي يشارك، طبعا اغلبهم حكينا نستحي، يعني ما نبغي احنا نطلع لا في شريط ولا فيها. فشفت انه ما في حد من الطلاب اللي نحب انه هو يدخل في هذا الدور، فرفعت ايدي انا. استاذ احمد، ماذا يعني لك الانشاد وكيف ساهم في تكوين شخصيه بخاطر؟ الانشاد يعني لي شيء كبير في حياتي. نعم. وهو الطريقه اللي انا قدرت من خلالها اني اوصل الكلمه الهادفه للانسان المسلم، اني اقدر اوصل همي وهم المسلمين بما تشوف انت حين من قضايا الاجتماعيه الموجوده عندنا، قضايا المسلمين، قضيه الانسان هو مع نفسه ومع ربه. كثير من هالامور يعني انا كشخص عادي يعني في المجتمع احس فيها، يعني احس ان ابغي شيء يشجعني ان اتقرب من الله سبحانه وتعالى. في احدى اللقاءات الصحفيه استاذ احمد بخاطر عرض عليك مبلغ وقدره 1.5 مليون للغناء، مع ان كانت بدايتك في عزف الموسيقى. فعلا انا كنت في محل من المحلات الموسيقيه، كنت ابغى اشتري مكسر. نعم. واخذت الميكروفون وقمت انشد يعني. نعم. فكان في واحد من المواطنين الموجودين في هذا قال لي شو رايك انت يعني تي معي مركز، كان مركز فنون، فصرت معه على اساس انه كان يبغى يراويني يعني المركز ماله، فقال لهم والله انت سمعت صوتك، انا صوتك وايد حلو، شو رايك ان انا اعرض عليك عرض انك انت تغني والاخر. وعرض علي تقريبا فوق 1.5 مليون درهم. ما شاء الله. عرفت قايل؟ فطبعا انا يعني استانست انه يعني مبلغ كبير. وكنت انا كان عمري ايامها 18 سنه، فانا اصلا كنت اصلا رابي في بيئه اسلاميه يعني رزقاي متدينه، فكنت ما اقدر ان انا مثلا يعني حتى لو يعني مثلا عرض موسيقي كنت انا شخصيا ما كنت بقدر اقبل، لان قلبي ما يراوعني. نحن انا عندي اناشيدي كلها من اول نشيد نشتها الى اليوم الحمد لله ما دخلت ولا اله موسيقيه في اناشيدي. كيف قدرت تقسم او كيف تقسم وقتك بين العائله او الاسره، بين العمل او الوظيفه او التجاره، وايضا الهوايه اللي هي الانشاد؟ بداية كان صعب، لان تشوف ان اغلب الناس تعاني من هالموضوع تقسيم الوقت. نعم. والله انا مو قادر لا اسوي هذا ولا اخلص هذا ولا، بس انا بالنسبه لي انا يعني قدرت اني انا اوافق بين شغلي بين اهلي بين اصحابي بين الانشاد. يعني حتى انا مرات مثلا انا ابغى اسافر اكون روحي، بس ارجع لنفسي يعني وادرس نفسي اشوف شو اسوي شو ما اسوي روحي. فلازم انا يكون عندي وقت اني اقدر اسوي هالشيء. كيف ينظر الاولاد لابيهم المنشد، وكيف يقوم احمد بخاطر في غرس حب هذه الهوايه في اولاد الصغار؟ يشوفوني في التلفزيون عادي عندهم. عادي. هي عادي عندهم انه مو بانه شيء. اقول بابا تعال 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 بابا، يقول لك اوكي اوكي روح عندي. بس هم صغاري لا متعودين انه يعني اوكي خلاص احنا شفناك نعرف، يعني سواء كان في مجله سواء كان في جريده كان في فيديو كليب. انا بعدين في فيديو كليب انا صورته عن الشارجه اسمه مدينه الشارقه، اثنين من عيالي طلعوا فيه وياي انا يعني. وعندي بنتي عواش الله يعطيها طول العمر. امين ان شاء الله. هي الوحيده اللي كان شكلها وردي. انا قايل في ال نعم. فنحن الحين بنصور الحين وهو المخرج بياخذ اطفالهم في السياكل، فالمخرج قال 3 2 1 شوت شوت يعني، وكل السياكل واحد في النص واقف
ما حد واقف عليه، ما حد يعني ياس عليه. وين والله؟ والله عواش اشوف هناك ياس تشرب ماي. تقول لي صبر انا تعبان بشرب ماي. استاذ احمد، بعيد عن الانشاد، بعيد عن الاسره، خبرنا عن احمد ابو خاطر كرجل اعمال. لا انا مثل ما قلت لك اني انا ممكن ضربت عصفورين بحجر يعني. نعم. انا مع الوالد وبعد عندي اعمالي الخاصه. انا بقول مثل ما انا اعشق الانشاد، انا فعلا اعشق التجاره والبزنس. نعم. فتحصلني دائما مثلا في مؤتمرات انا موجود فيها، اذا في مثلا يعني تريننج مثلا انا احاول ان اكون موجود في تريننج. سفرات مثلا تكون نسخه يعني حفلات انشاديه ونسخه تكون بزنس. جميع الكائنات له تحابي، شاهد انه فرد جليل على رغم المجادل بالكلام. الحين براويك المكتب. انا بعد من خلال نظرتي للمكتب ما شاء الله اشوف الجوائز والدروع. عرفني وعرف مشاهدينا على هذا الجوائز. طيب 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 الله يسلمك. طبعا هذه رساله من الشيخه جواهر محمد القاسمي. الله يسلمك. يعني تشكر ومعجب يعني بالاعمال اللي اقوم فيها. نعم. هنا من تلفزيون الشارجه بعد. هنا عندك جائزه من او خلينا نقول يعني تذكار من جمعيه النهضه في العين. من بنك الإمارات الإسلامي، من جمعية المقاولين، من كلية التقنية العليا في دبي. الأنشودة الجميلة، أنشودة الإحساس اللي هي سجدت لكلمات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خبرنا عنها شوي. في سنة 2005 الجائزة جائزة القرآن الكريم هي تقام طبعا كل سنة، فبهي السنة كلموني الجماعة من مؤسسة القرآن الكريم في دبي على أساس أني أنا أشارك بنشيدة. سجدت باسمك إلهي عالي الشاني، يا الواحد الفرد نظرة منك تغنيني، يا الواحد الفرد نظرة منك تغنيني. سجد لعزة جلالك جسمي الفاني، خلعت عز الملوك رجفت يديني، خلعت عز الملوك ورجفت يديني. لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني، يا مالك الملك بالرحمة لاقيني. وكانت مصابيح مكة نور رباني، كأن الملائك محيطة بالمصلين. فيض من النور حياني وأحياني، يا مخ يا خالق النور أنت بس تهديني، يا خالق النور أنت بس تهديني. أستاذ أحمد أبو خاطر، أسعدنا الحديث معك وسعيدين جدا بلقائك، وشكرا لك على هالاستقبال الطيب بالارتياحية الجميلة اللي تملكها، وأتمنى لك دائما التوفيق في مجالك وفي الأيام الجاية وفي الأعمال الجاية إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية.